السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم. إن شاء الله تكونون كلكم بخير وصحة وسلامة. جيت لكم اليوم نتكلم على زراعة شجرة الليمون من خلال البذور. طريقة سهلة وسريعة إن شاء الله نتكلم بها بشكل دقيق على كيفية نجاح زراعة شجرة الليمون من خلال استخدام البذور. طبعا ممكن نزرعون الشجرة باستخدام بذور الليمون، باستخدام البذور اللي تشتروها أو تأخذوها من الحميضات الناضجة. ومن المهم أن تتبعون الخطوة الأولى، شطفون الفاكهة جيدا قبل لا تستخرجون البذور منها، وتستخدمون محلول من خلال تستخدمون مركب يسمى بسوديوم هايبوكلورايت، تخففوه بنسبة 20%. ممكن أنه تزيلون نسيج الثمر عن البذر من خلال معالجته لمدة قصيرة باستخدام مركب أيضا يسمى ببوتاسيوم هيدروكسيد مخفف، أو تنقعون البذور بأنزيم يسمى بأنزيم بيكتيناس. أنزيم بيكتيناس تنقعوه لمدة ليلة كاملة. طبعا عدة طرق تكلمنا عليها، هي الطريقة الأولى تستخدموا طريقة واحدة. الطريقة الأولى استخدام صوديوم هيدروكلورايد وتخففوه بنسبة 20%، أو ما عندكم هذا الشيء تستخدمون بوتاسيوم هيدروكسيد أيضا تخففوه، أو تستخدمون إنزيم بيكتيناس وتنقعوه لمدة ليلة كاملة. وبعد الليلة كاملة راح تطهرون البذور جيدا، بعدين تغسلوها بالماء حتى تتفادون تعرضها لأي عوامل مرضية محتملة فترة الزراعة. طبعا يتم تزويد البذور وتوزيعها على رقائق الألمنيوم أو ورق غير لاصق حتى تتم عملية التجفيف بدون ما تتعرض لأشعة الشمس المباشرة، ابتعدوا عن أشعة الشمس المباشرة. وتم أيضا تخزينها في أكياس البوليإيثيلين ضمن درجة حرارة من 4 إلى 10 درجات مئوية. وأيضا من المهم جدا أنه تحمون البذور لما تخزنوها لفترة طويلة من خلال استخدام المبيدات الفطرية الملائمة. ويشار أيضا أنه زراعة البذور دون ما تجففوها ممكن، لكن هذا الشيء ممكن يأثر سلبا على نجاح عملية نمو النبات. فإحنا نريد قدر المستطاع نحافظ على نجاح عملية النمو، وبنفس الوقت أيضا يعني نأخذ الخطوات اللازمة حتى يتم زراعة شجرة الليمون بنجاح إن شاء الله. طبعا زرعون البذور بالأوعية معقمة بعمق 6.5 إلى 13 ملمتر تقريبا، وتبدؤون الشتلة بالظهور بخصون أسبوعين. تبدي الشتلة تظهر خلال أسبوعين إلى 3 أسابيع ضمن ظروف النمو المثالية حسب الجو الموجود في البيت مثلا أو بالحديقة. أكو دفن للتربة راح تطلع، أكو أشعة شمس راح تطلع، أكو توفر رطوبة للمناسبة راح تطلع النبتة. ممكن أيضا أنه يتم تنشيط عملية إنبات الشتلة بإزالة غلاف البذرة، أو تنقعون البذر في ماء غازي لمدة 8 ساعات. تنقعون البذر لمدة 8 ساعات بشراب غازي قبل أن تزرعوه مباشرة، وبهاي الحالة راح تنمو إن شاء الله النبات من جذر واحد، أو ينبغي أنه تظهر أغصان على ساق الشجرة